ننتقل مشاهدينا للفقرة اللي بتواجه كل الأمور اللي ممكن تواجه كل أفراد العائلة. اليوم بفاملي رح نحكي عن موضوع سرطان الحنجرة، وتحديدا كيف ممكن نسترجع الصوت بعد سرطان الحنجرة أو larynx cancer. ضيفتنا هي لازلي عقل. أهلا وسهلا فيك لازلي. حضرتك voice therapist أو اختصاصية بتقويم النطق والصوت. هالحالة هي حالة طبية بامتياز. سرطان أكيد ما بيرحم لا كبير ولا صغير، وبيصيب كل أعضاء الجسم. اليوم عم نركز تحديدا على سرطان الحنجرة وتأثيره على الأوتار الصوتية. شو بيصير بالأوتار الصوتية بهالحالة؟ بالإجمال سرطان الحنجرة بيوصل على الأوتار الصوتية. أوكي، هلا في عنا كذا شق هون، يعني يا بالعلاج، يا عنا علاج بالأشعة، يا عنا علاج باستئصال شقفة من الأوتار الصوتية أو بارت صغيره من الحنجره، يا في عنا البارت اللي بنضطر نشيل فيها كل الحنجره. نعم، مو كل اللارنكس. اليوم بدنا نركز على وحده من هالحالات. مزبوط.
تنشاف، دونك هو بحس حاله غلط. حكينا عن طريقتين، بعد في طريقه لسه سريعا لانه وقتنا تقريبا انتهى. الطريقه الثالثه اذا ما قدرنا نستعمل ولا المكنه اللي بنحطها من برا ولا المكنه المزرعه من جوا، هي اذا بدك صوت بنولده نحن من زلعوم البلع خلال عمليه بتشبه انه نفوت الهواء بالتم، يعني كانه عم نبلع الهواء، بس هون العمليه شوي كومبليكي اكثر لانه الهواء ما عم بيطلع من الرواية والشخص ما بيقدر يفوت هواء من التم. دونك بدنا نعلمه كيف يقدر يفوت الهواء من التم يفوته على زلعوم البلع. هون شخص عنده ثقب ولكن بنفس الوقت عم بيفوت الهواء من تمه. مزبوط، بس بفوته كانه عمليه بلع اذا بدك. نعم، منا عمليه تنفس، بفوت الهواء من التم، بشغل العضله اللي بزلعوم البلع، بيرجع بيطلع الصوت. الصوت مثل الصوت المكنه المزروعه جوا، لانه على الحالتين العضله هي ذاتها عم تشتغل. صف انه هون هو عم بفوت الهواء من تمه والهواء ما عم بيطلع تلقائيا من الرواية، يعني ما عم بيستعمل الهواء اللي بنتنفس فيه. بتصور هيدي الاصعب بين ثلاث اللي يتعلمها اصعب أسليم. بس اوقات ما عندنا حل، لانه اذا عندنا كومبليكاسيونات من بعد العمليه او في تشنجات والمكنه ما عم نقدر نشغلها دغري، بالقليل بنقدر نعطيه صوت للشخص تيقدر يتواصل، وبعدين بتصير كثير تلقائيه، يعني بالاول بتكون صعبه، بعدين على التمرينات بتصير كثير هينه. نعم، اكيد بفضل العلاج والاهتمام اللي انتم بتقدموه. قد ايه بده يكون عندكم طوله بال ومثابره لازلي؟ يعني نحن بس نشوف النتيجه ونشوف قد ايه الشخص عم تتغير حياته وقت يرجع يحكي من بعد العمليه، ما بنعود نفكر بطوله البال تبعنا. في بس اخر صوره بدي فرجيها سريعا، فرجي الشخص هو وعنده المكنه والثقب وكل شيء عم يقدر يلعب مع اولاده. هيدي بس عمليه التنظيف، هاي الفرشاه اللي بتنظف المكنه. نعم. ما تنساد. فينا نشوف البعضة بسريعا بليز. دونك هيدا الشخص شفتي ما ببين شيء وقت نحط الفالف، ما ببين شيء. اللي بعدها دونك حياته الطبيعيه عم بيعيشها، اللي بعد مانيولي عم نحكي مانيولي. نعم، في من بعدها بنشوفه عم يلعب على البسيكلات على الفيلو، كل شيء طبيعي بالجسم، ولكن لما بده يحكي بس بده يستخدم وحده من هالاساليب. فوالا، بس في كثير ناس ترجع على شغله عادي رولا. نعم، حياة طبيعية نورمال بترجع، المهم هو يتقبلها. نعم، والمهم يكون محضر قبل العملية. نعم، يسأل كل السؤالات للجراح أو أخصائية النطق اللي بيعرفها قبل ما يفوت على العملية، ويكون في أكيد متابعة طبية ومتابعة معكم الفويس ثيرابيست. شكراً لك لازم المعلومات، يمكن قليلة بقدروا الأعمال الدقيقة اللي أنتم بتشتغلوا فيها، أكيد تستاهلوا كل التقدير. أهلا وسهلا فيكي ستيفاني. جود مورنينغ. بونجور لا، كيفك اليوم؟ منيحة، كيفك أنت؟ أميزينغ. إيه، عالم الطب والعلاجات المتطورة قد إيه هيك بتسهلنا حياتنا بحالات يمكن مستعصية نحن بنعتبرها. شو حلو، أوقات بفكر إنه أولادنا وأولاد بلادنا رح ياخذوا بعد قصص بوزيتيف اكثر من العلم، هيدا الشيء بيبسطني كثير. وانا كمان، وانا كثير راح انبسط اذا بتقولي لي في شيء كثير طيب ناطرنا اليوم. في شريمب على جريك اليوم. بعد شوي رندا بدها تحكينا عن فوائد الكرامبري، نعرف. نعم. انه هلا الكرامبري كثير موجوده بكل تقريبا الريستورانات بالاكلات وبالكوكيز يلي بيعملوهم هلا مع ثانكس جيفينغ كمان. صح. كرامبري مستخدم كرامبري كثير. صح، مستخدم بامريكا وبكندا كمان، وفقرات عديده عن دو ات يور سيلف وعن ايكو اليوم. حلو، فقرات منوعه. تفضلي ستيفاني، رح اعطيكم معك.